حيا قيوما لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مولانا مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات وأنت على كل شيء قدير والإجابة جدير الله أكبر اللهم إن هذا البيت المسجى أمامنا عبدك وابن عبديك نزلت يا وأنت خير منزول به وافتقر إلى رحمتك وأنت مني عن عذابك اللهم إنا لا نعلم من ظالمه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وضاعف له وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنه واحشره مع من يتولاه من الأئمة الطاهرين واخلف على أهله في القادرين وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الفاتحة